هنعمل النهارده سموذي البطيخ. اول حاجه عندي هحط البطيخ، هنعمل السموذي وهحط كده زي ما احنا شايفين التلج، بطيخ تلج سكر والميه اهو كده والميه. يلا بينا. سهلة قوي، بس التلج بيديله الطعم الجميل. هنجيب بقى مع بعض الايه الكوبايات اللي هنحط فيها اهو. ساقع منعش، طعمه بيكون جميل جدا جدا. بصوا